إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. الذكر حياة. قال ربنا عز وجل في آية القرآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذكر أيسر العبادات، الذكر قوت القلوب، الذكر حياة، الذكر سبيل للنجاح، نجاح بالجنة، نجاح في الآخرة. النجاح في الدنيا له منغصات، له مكدرات، ولكن الفوز الأعظم والنجاح الأوفى هو الذي وعد به ربنا جل جلاله في آية القرآن، وجعل الذكر سبباً لنيل الفوز العظيم. ورد ذلك في كثير من الآيات، في مثل قوله تعالى في الآية العاشرة من سورة الجمعة: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وتكررت هذه الآية في سورة الأنفال في الآية 45: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والذكر سبيل لنيل المغفرة الكبرى، وسبيل لاستحقاق الأجر العظيم، كما قال ربنا عز وجل في سورة الأحزاب في الآية 35: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. النتيجة: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذكر أيضا سبب ليذكرنا الله عز وجل في نفسه أو في ملأ أفضل من ملأ الدنيا قاطبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن ربه، في الحديث القدسي الجليل الذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه، يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. وهذا المعنى الذي ورد في هذا الحديث القدسي جاء في أي القرآن، كما في سورة البقرة
في الآية 152 فاذكروني أذكركم. هذا تناغم بين الآيات وبين سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث خرجه الإمام البخاري. والذكر أيضا هو سبب للانتفاع بآيات الله المبثوثة في الكتابين، في كتابه المقروء في القرآن الكريم، وفي كتابه المنشور المفتوح في الكون الفسيح. قال ربنا في سورة آل عمران في الآيتين 190-191: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الذكر حياة. القرآن يأخذ بعقولنا للنظر والتدبر والتأمل في آيات الله القرآنية وفي آيات الله الكونية، كما قال ربنا في سورة الذاريات في الآية 7: والسماء ذات الحبك، وفي الآية 20: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الآية التي تليها الآية 21: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الآية التي تليها 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم تأتي الآية 49 حيث يقول ربنا عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين، لنتدبر، لنتأمل، لننظر في ملكوت الله وفي عظمته. والآية 49 تساوي الآية 36 من سورة ياسين: سبحان الذي أسرى بعبده، من سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ليظل الإعجاز القرآني قائما مهما ارتقى الناس في العلوم والمعارف، سيظل الإعجاز القرآني قائما لقوله تعالى: ومما لا يعلمون. ثم تأتي الآية رقم 50 حيث يقول ربنا لنا جميعا: ففروا إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تنس دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. والذكر له أنواع: ألف ذكر الأسماء والصفات، ب ذكر الأوامر والنواهي، جيم
ذكر النعماء والآلاء. نذكر الله عز وجل بالنوع الأول من خلال التدبر في أسماء الله الحسنى وفي صفاته العلى، فإذا ذكرنا اسم الله الجليل الحي لابد أن نستوعب هذا الاسم الجليل، فحياتنا مؤقتة وحياتنا قصيرة ولو طالت. الحي الذي لا يموت هو الله جل جلاله. وإذا ذكرنا الوارث فنحن ورثة، نتمتع بصفة الوارث حينما يموت مورثنا، ولكن كلنا إلى ذلك المصير. لذلك قال ربنا في سورة الحديد في الآية العاشرة: ولله ميراث السماوات والأرض. وقد قال الشاعر: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار، ما للناس سوى الفردوس إن عملوا، وإن هفوا هفوة فالرب غفار. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم فيك والمحتقر، وأين المعز بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر، تساووا جميعا وماتوا جميعا ومات الأثر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس نبوي حضره بعض الصحب الكرام: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. وسئل: أي الصالحين أعظم أجرا؟ فقال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. تكرر السؤال وتنوع السؤال واتحد الجواب. ثم قال أبو بكر لعمر بن الخطاب الفاروق: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. النوع الأول ذكر الأسماء والصفات، النوع الثاني با ذكر الأوامر والنواهي، نذكر الله عز وجل بامتثال أوامره وبالانتهاء عن نواهيه، كما قال ربنا في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والنوع الثالث جيم ذكر النعماء والآلاء، نعم الله علينا لا نحصيها عددا، يكفي أن نستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة إبراهيم في الآية 34: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأكمل الذكر وأجمل الذكر ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان، ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا، اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة،
اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن ترزقنا الستر وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله